أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في الدرس الثالث ليسون 3 من الوحدة الرابعة اللي هي يونت 4 من كورس الإنجليزي للمبتدئين. يلا بينا. النهاردة في الأول فقرة عندنا اللي هي letters أو الحروف، مش هناخد حروف جديدة، لكن نفسي بس أراجع معاكم الفرق ما بين حرفين، هما حرف البي والبي. طبعا كتير قوي بنتلخبط، وفي المدارس بيقولولنا بي خفيفة وبي تقيلة. هي بي خفيفة، بي تقيلة اللي هي يعني بي عادية، بي اللي هي بيسموها منطوقة voiced بي، والبي بي ديت اللي هي unvoiced أو مش منطوقة، بي اللي هي مجرد بقفل شفايف عليها بي. فديت كده الفرق ما بين البي والبي. طبعا هنشوف كلمات مع بعض، لكن لازم في الأول نقول إن في كل حرف في الإنجليش في منه capital وفي منه small، يعني في منه كبير ومنه صغير. ممكن ما يبقوش نفس الكتابة، زي حرف البي، البي كابيتال والبي سمول كده، البي كابيتال كده كابيتال كده والبي سمول كده، وهما الاتنين بتنطقوا نفس النطق. بس هي الفكرة ان لو جت اول كلمة في الجملة، اول كلمة في اول الجملة، اول حرف فيها يبقى حرف كابيتال، وباقي الحروف كلها لغاية اخر الجملة تبقى سمول. وهناخد قواعد الكابيتال والسمول، بس لازم اعرف جات لي بالشكل ده او جات لي بالشكل ده فهي حرف البي. طب البي اللي هي التقيلة ديت، بي ديت برضو يعني ده الحرف الكابيتال بتاعه ده حرف السمول، هنلاقيهم شبه بعض قوي، لكن فرق ما بينهم الحجم، يعني دي كبيرة لكن دي صغيرة بي. فعشان كده هنفرق النهاردة ما بين حرفين البي والبي، وهناخد 12 كلمة، نصهم على حرف البي ونصهم التاني على حرف البي. يلا بينا. عندنا كلمات، اول كلمه بي اي دي، كلمه اسمها باد، باد خدناها يعني سيء، باد البي خارجه عاديه، بي بي با باد باد، زي ما نقول باب بالعربي، باب باد دي باد عاديه باد. الكلمه التانية يمكن الحرف دوت مكتوب كابيتال، بس نعرف الفرق ما بين ان هو ممكن يجي لي كده او كده، بس هو نفس النطق. باج، باج يعني شنطه، باج ماي باج يعني شنطتي، باج بي اي جي باج. طب الكلمة الثالثة كلمة اسمها بيرد، بي اهي اي ار اللي هي بتنطق زي حرف الري، دي اللي هي الدال، بيرد بيرد ده حرف البي العادي اللي هو المنطوق، بيرد كده بيرد طائر، بيرد يعني طائر. برينج اخر كلمة في العمود ده، برينج يعني يحضر، برينج او الواحد احضر لي مثلا قلم يبقى برينج احضر، برينج مي ابن يعني احضر لي قلم يبقى bring، bring يعني يحضر. نشوف برضو في العمود التاني في كلمتين كمان على حرف البي، بيبي بيبي يعني طفل رضيع، اللي هو مش child، في كلمة اسمها child، child يعني طفل، لكن بيبي يعني طفل رضيع، يعني طفل لسه بتشال، اسمه بيبي 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 عادي بيبي. اوكي الكلمة الأخيرة في الحرف البي الخفيفة ديت كلمة بوت، بوت يعني قارب، بوت بنقولها كده بوت بوت عادي، بي عادية بي يعني شفايف، كان شفايفي مبلولة كده بقول بوت 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 كده. يبقى أنا قلت الست كلمات هقولهم معاكم تاني، باد باج بيرد برينج بيبي بوت. دول كده ست كلمات أمثلة على حرف البي اللي هو البي الخفيفة بي. لكن نشوف ست كلمات تانية على حرف البي، بي اللي هي بي، برايس 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 يعني سعر، طبعا سي ديت هنا منطوقة سين، فالكلمة اسمها برايس، برايس يعني سعر. بورت، بورت يعني ميناء، بورت بقولها كده ب بورت بورت ميناء. في كلمة مشهورة قوي كلنا بنقولها، بليز بليز بليز، حرف البي اهو بليز، بليز يعني من فضلك. كلمة تانية اسمها بوليس، بوليس بو 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 بوليس، بوليس يعني شرطة، بوليس شرطة. كلمة تالتة في العمود الأخير، بارك، بارك يعني منتزه، بارك يعني منتزه.
الكلمة الأخيرة print 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 يعني يطبع print. نقرأ 6 كلمات اللي هم على حرف ال P أو P تقيلة: price, port, please, police, park, print. بكده نحاول نفرق على الأقل يعني في بداية الكورس كده، واحنا في الحلقات الأولى من تعليم الإنجليزية للمبتدئين، نكون بنعرف إن في حرف بي وحرف بي 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 كده، في فرق ما بينهم واضح. نحاول نخلي الفرق دوت في أذهاننا عشان واحنا بنقرا الكلمات تبقى قرايتنا صحيحة، ما نكونش بنقرا غلط. اوكي، خلينا نروح للفقرة اللي بعد كده. هناخد تحيات، هناخد النهاردة تحية اسمها جود نايت. جود نايت لو نفتكر جي اتش اللي خدناها في الحلقة اللي فاتت، جي اتش ما بتتنطقش، فالكلمة اسمها جود نايت. تاني، جود نايت على بعضها، جود نايت. جود نايت يعني تصبح على خير، وردها برضو جود نايت. كل التحيات اللي بتبدأ بجود يعني زي جود مورنينج صباح الخير، ردها جود مورنينج. جود افترنون التحية اللي بيقولوها هما بعد الظهر، ردها جود افترنون. جود ايفنينج اللي هي مساء الخير، ردها جود ايفنينج. فيبقى كل التحيات جود نايت النهارده جود نايت، ردها جود نايت. كل التحيات اللي بتبدأ بجود ردها نفس الكلمة. وفي تحية تانية خدناها اللي هي نايس تو ميت يو، اللي هي لما اقابل واحد لأول مرة بقول له سعيد بلقائك، بيقول لي برضه نايس تو ميت يو، بس بيقول لي نايس تو ميت يو تو تو يعني أيضا. فكده نحفظ دي في التحيات، يبقى احنا كده بقى عندنا مجموعة كويسة بالإضافة لكلمة هاو ار يو، أي ام فاين ثانكس. دي تحيات احنا بناخدها مهمة جدا جدا جدا. يلا نشوف مع بعض حاجة جديدة. النهاردة هناخد حاجة مهمة جدا في اللغة الإنجليزية، عايز نحفظها من النهاردة وإلى الأبد. يعني إيه؟ يعني لازم أحفظها جدا جدا جدا. في فعل في اللغة الإنجليزية اسمه فعل الكينونة. يعني إيه فعل الكينونة؟ فعل الكينونة دوت الفعل اللي هو يكون يكون. يعني إيه؟ زي ما شكسبير بيقول أكون أو لا أكون، تلك هي المسألة، فتلك هي المشكلة. أكون أو يكون أو نكون، يعني حسب ما بوصف مين بقول يكون، ده اسمه فعل الكينونة. فعل الكينونة متكون من 3 كلمات نحفظهم، اسمهم am و is و are. هو فعليا متكون من 5، بس احنا بناخد المضارع أو بناخد اللي احنا هنتكلم بيهم دلوقتي اللي هما الـ3، am و is و are. قولوهم ورايا كده: am is are. تاني، am is are. مرة تالتة: am is are. يعني ايه am؟ يعني اكون. am يعني اكون. فلما اتكلم عن نفسي هقول انا am، اكون، انا اكون. is معناها يكون او تكون للولد او البنت، يعني اقول هو يكون يبقى هو is يكون، هي is برضو تكون، يبقى is للمفرد الغائب اللي هو هو او هي، is يكون او تكون. طب للجمع بستخدم are، فاقول لما اقول هما يبقى هم يكونون، او نحن يبقى نحن are نكون، او انتم انتم are تكونون او تكونوا، يبقى are للجمع. عشان كده واحنا بنحفظ الكلمات دي لما اجي في جملة وعايز اقول انا اكون اقول I am، يبقى انا عايز اقول هو يكون اقول he is، يبقى انا بختار اللي هي الكينونة من هنا من الثلاثة دولت، بس حسب الضمير اللي ببدأ بيه. لو عايز اقول I، نبص مع بعض في الجزئية التانية دي كده في الجدول، لما عايز اقول I يعني انا، I يعني انا اللي حافظ معايا، برافو برافو، في ناس حافظة، I يعني انا انا. فلما اقول انا I اقول I am I am، هي I am بس احنا نقولها I am على بعض كده، I am I am يعني انا اكون I am. يبقى لما اقول اي محدش يقول لي استخدم از او ار، لا، اي بتاخد ام ومعناها انا اكون. فلما اقول اي ام يعني انا اكون، اي ام ورايا كده، اي ام اي ام اي ام انا اكون. طيب عايز اقول بقى هو، هي دي الاتش كابيتال اللي بتنطق هي،
اللي زيها الاتش اللي هي زي دي السمول بتاعتها ديت، بس دي كابيتال عشان جايه في الاول خالص كتبتها كابيتال. وهنا اي اتش اي اللي هي معناها هي يعني هو. بكلم عن اي شخص، احمد، علي، حسين، مايكل، سامي، اي اسم ببدا بيه، فلما اتكلم عليه مره تانية اقول هو هو، يبقى هي في جمل كتير تبدا بهو. هو يلعب كره يبقى هي، هو يكون هي از. هنا از بقى معناها يكون، يبقى في الفعل بتاع الكينونه اللي هو يكون اقول هي تاخد از، ما ينفعش اقول هي ام، ما ينفعش اقول هي ار، لا بقول هي از، هي از. طب لما اقول شي، هي الاس اتش اللي افتكر معايا بتتنطق شين، اس اتش بتتنطق شين، يبقى الكلمه دي اسمها شي، شي از، هي تكون. طب لو بتكلم على حاجه غير عاقل اللي هي ات، ترابيزه او قلم او كوبايه، اقول ات از. لو بتكلم على كوبايه بقول ات از، يعني هي تكون. مثلا لو معايا كوبايه جميله نظيفه، نظيفه مثلا، اقول ات از كلين، هي تكون نظيفه. يبقى ات لغير العاقل برضو بتاخد از. يبقى از مع ضمائر المفرد الغائب هي وشي وات. يعني ايه مفرد؟ هي او شي، هو هي او غير عاقل، برضو حاجه واحده بس. فمقول هو او هي. وغير عاقل يعني ايه؟ سوري، وليه ضمير مفرد غائب؟ لما انا اقول هو يبقى هو مش موجود، انا بكلم واحد صاحبي وبقول له على واحد، بقول له هو كذا كذا، هي كذا كذا، يبقى انا هو مش موجود في الكلام ما بيننا، فعشان كده سميناه غائب. فمفرد غائب تاخد از. طب اي حاجه جمع، يو، انت او انتم. طب يو ليها معنيين، معنى انت مفرد ومعنى انتم جمع. لا، ما حبوش يميزوا ما بين معنيين، ودوها انها تاخد ار. لما بكلم واحد بس اقول له يو ار، انت تكون، او بكلم مجموعه اقول لهم يو ار، انتم تكونون. طب هفرق ازاي؟ حسب معناها في الجمله. طب يو يعني انت او انتم، تاخد ار، انتم تكونون او انت تكون. طب وي معناها نحن، وي نحن، اقول وي ار، وي ار، نحن نكون. طيب ذي، ذي الاولها تي اتش منطوقه زي الذال، ذال، يبقى they are، they are، هم يكونون، they are، they are. يبقى كده نحفظ التركيبة ديت. يعني يا ريت لو انت قاعد على الكمبيوتر هات الموبايل تصور وانقلها زي ما هي في الكشكول بتاعك، او لو انت قاعد على الموبايل وقف الشاشة واكتبها بإيدك. لازم نحفظها، فضلك من فضلك احفظ التركيبة، مهمة جدا جدا جدا. لو انت ام وبتذاكر لابنك لسه في ابتدائي ولسه بياخد حاجات بسيطه قوي، لازم تحفظيه فيرب تو بي او فعل الكينونه اللي هو ام وايز وار. لازم يحفظها ويكون حافظ الضمائر. فانا هحفظ حاجتين، الضمائر الفعل دي وفعل الكينونه، احفظهم اقول اي ام، هي او شي او ات از، ويو او وي او ذي ار. وده بيجيبوها اسئله كتير قوي، الاقي اسئله اي ويحط جنب ما بين قوسين هي او شي او اي، سوري، اي ما بين قوسين ام او از او ار، فبختار ايه؟ ام، فبعرف ان اي بتاخد ام. فبيعملوا في المدارس كده حاجات كتير قوي عشان يحفظوا التركيبه ديت للاطفال. فمن فضلك احفظيها وذاكريها مع اولادك. لو انت مبتدئ في الانجليزيه احفظ وانت معايا في الكورس، تبقى مهمه جدا جدا جدا. احفظ دي يعني فلاش كده، كاميرا، احفظ وحطها جوه ذهنك مش على ورق. اوكي. طيب فعل الكينونه دوت بيستخدم في ايه؟ فعل الكينونه اكيد بيستخدم في حاجات معينه. انا اكون هقول لكم بيستعمل في ايه. اول حاجه بيستعمل فيها نشوفها مع بعض، بيستعمل في الوظائف. يعني ايه في الوظائف؟ واحد عايز يقول الوظيفه بتاعته فيقول اي ام ا دكتور، اي ام ا دكتور. يعني ايه اي ام ا دكتور؟ انا اكون طبيب. في الحقيقه فعل الكينونه دوت مش مستخدم قوي في اللغه العربيه، لان يعني في اللغه العربيه عندنا في حاجه اسمها جمله اسميه. يعني ممكن جملة ما يبقاش فيها ولا فعل خالص. فغالبا الجمل الاسمية اللي في اللغة العربية لما اجي اترجمها للانجليزية لازم احط لها فعل الكينونة، لسبب اللغة الجملة الانجليزية لازم يبقى فيها فعل. طب انا عندي جملة عربية انا طبيب، يعني واحد بيقول على نفسه كده انا طبيب، والجملة بتاعته مبتدأ وخبر جميلة جدا خلصت على كده انا طبيب. طب عايزة اترجمها للغة الانجليزية، فاللغة الانجليزية ما ينفعش، لازم يبقى جوه الجملة فعل. فيحط فعل ايه؟ فيقولها كده، هيقول لي تنفع بدل ما تقول انا طبيب اقولها انا اكون طبيب، اقول له نفس المعنى، يوم كاتبها بالانجلش اي ام ا دكتور، اي ام ا دكتور. اذا
الجمل العربية اللي ما فيهاش فعل بنحط مكانها فعل الكينونة، عشان كده فعل الكينونة يستخدم مع الوظائف. فعل الكينونة يستخدم مع الوظائف I am a doctor. I am a doctor، أنا أكون طبيب. كلمة دكتور الوظائف بقى أحفظها على جنب كده، حتى على جنب. أي وظيفة بحط قبلها أداة نكرة اسمها آه دكتور، دي اسمها أداة نكرة لازم تتحط قبل الوظيفة. يبقى أي وظيفة أحط قبلها آه يبقى I am a doctor. I am a doctor. آه ديت في بعض الكلمات البسيطة هنحطها آن إيه إن، يعني مش يعني I am an engineer مثلا، engineer يعني مهندس، فيحط قبلها آن، فديت دي هناخدها في وقتها، لكن دلوقتي I am a doctor. أي وظيفة أحط قبلها إيه؟ آه. إلا إذا ما إذا كانت مفردة، يعني أنا أكون طبيب، طبيب دي طبيب. لكن في حاجات وظائف هتبقى جمع، لما تبقى الوظيفة جمع ما أحطش آه خالص، أشطبها. دي على جنب كده مش بتاعتنا النهاردة، لكن النهاردة عايزين نشوف إن فعل الكينونة بيستخدم في إيه؟ بيستخدم مع الوظائف، ده استخدام من استخداماته. أنا أكون طبيب، I am a doctor. قولها ورايا كده، I am a doctor. I am a doctor. I am a doctor. دكتور يعني طبيب مشهورة قوي. لكن نشوف الجملة اللي بعد كده، he يعني هو، is يكون، ما ينفعش اقول he am زي اللي قبلها، ما ينفعش، حفظناهم ان he بتاخد is. he is وقلنا هقول وظيفة، عشان كده وظيفة مفرد، عشان كده احط الأداة النكرة ديت للمفرد a teacher، وكنا خدنا قبل كده سي اتش بتتنطق تش، فالكلمة الجملة تتقال كده he is a teacher. he is a teacher. he is a teacher يعني هو يكون مدرس. he is a teacher. يبقى كده he is a teacher هو يكون مدرس. نقولها مع بعض، he is a teacher. he is a teacher. he is a teacher. طيب شوف الجملة الثالثة مع بعض، والجملة الثالثة بتبدأ بشي، فقلنا شي كمان بتاخد is، هي كمان زي he is she is. She is a nurse. nurse يعني ممرضة. She is a nurse. She is a nurse. معايا؟ She is a nurse. She is a nurse. She is a nurse يعني هي تكون ممرضة. طيب الجملة الرابعة، you أنت are، احنا اتفقنا you بتتحط في خانة الجمع فبتاخد are، ما بتاخدش am ولا is، بتاخد are. You are يعني أنت تكون. You are a dentist. You are a dentist. dentist طبيب أسنان، يبقى دكتور طبيب عادي بشري، لكن dentist طبيب أسنان، وطبعا الفرق في التنسيق. يبقى كده دكتور dentist، يعني تجيب 98% تخش دكتور، تجيب 96 95 94 تخش dentist طبيب أسنان. لكن احنا لازم في الإنجليش نحفظ الكلمتين، دكتور يعني طبيب، دينتست يعني طبيب أسنان. يبقى كده نحفظ كلمتين دكتور ودينتست، دكتور ودينتست. You are a dentist يعني أنت تكون طبيب أسنان. قولوها ورايا كده، You are a dentist. You are a dentist. You are a dentist. أوكي كده نقول we يعني نحن، we يعني نحن. We are workers. workers يعني عمال، ساعات بيقولها workers، work يعني الاو اللي وراها ار بينطقوها زي الاي، بس خلينا يعني ده قدام شويه. we are workers، هنا ما حطيتش اه لان اه قلنا اداه نكره للمفرد، لكن هنا workers نحن نكون عمال، عمال دي جمع، فما ينفعش احط قبلها اه لان اه دي معناها ان حاجه مفرد. we are workers. تاني، we are workers، نحن نكون عمال. قولي ورايا كده، we are workers. we are workers، نحن نكون عمال. طيب هم يكونوا لاعبين. اخر حاجة they، وبالمناسبة they هم او هن، يعني لو كلمت على رجالة شباب they، لو كلمت على شابات they برضو هن. they are players. players يعني لعيبة، يعني لاعبين. they are players. again they are players. مرة اخيرة they are players. الجمل دي سهلة، هقول لكم هنحفظ بيها ايه. الجمل دي هنحفظ بيها الضماير I, he, she, it, you, we, they. هنحفظ فعل كينونة am و is و are. هنحفظ وظائف
دكتور تيتشر نيرس دينتست وركرز بلايرز. يبقى لما نحفظ الجمل ديت وكأنك بتتكلم عن نفسك او عن حد او عن ناس او كده، وتحفظ الجمل دي وتعرف تكتبها مرة واتنين وتلاتة، يبقى انت كده حفظت جزء من الانجليزية. جميل جدا. يعني قلنا فعل الكينونة اول حاجة بيستعمل فيها، بيستعمل مع الوظائف، لكن في حاجة تاني، او في اكتر من حاجة فعلا، لكن احنا النهاردة هناخد حاجة تاني بيستعمل فيها فعل الكينونة. ايه بقى اللي احنا ناخده؟ هناخد الصفات. نفس فعل الكينونة بنفس الضمائر، يعني اي هلاقيها بتاخد ام، هي بتاخد از، شي از، ات بتاخد از، يو بتاخد ار، وي بتاخد ار، ذي بتاخد ار. نفس الضمائر بالافعال بفعل الكينونة، بس ممكن اكون مش عايز اوصف، مش عايز اقول على نفسي ان انا اكون طبيب، عايز اوصف نفسي انا طويل. نفس الحكاية في العربي، انا طويل دي جملة ما فيهاش فعل، عشان تتحول في الانجليزي بتوع الانجليزي يقولوا ينفع نكتبها انا اكون طويل؟ اقول لهم طبعا ينفع، فلما اكتبها كده فحطوا فعل اسمه اكون. يبقى الجملة دي ممكن لو ترجمتها بالعربي، انا مترجمها زي الانجليزي انا اكون طويل، لكن ممكن اترجمها انا طويل، هو قوي، هي جميلة، هو ضعيف، انت ممتاز، نحن فقراء، هم نحفاء. انا بقرا لكم الجمل اللي باللغة العربية من غير يكون وتكون. يبقى اذا فعل الكينونة يتحط في الانجليزي، في العربي مش مستعمل قوي، يعني او مش موجود قوي في كل جملة بالكثافة دي، لكن في الانجليش موجود بكثافة كبيرة قوي ما بين الجمل. عشان كده لما اجي اوصف، يعني احط صفات برضو الجمل دي لما نحفظها، يبقى حفظنا الضمائر وفعل الكينونة، وحفظنا معاهم صفات. يبقى انا لو حفظت كده ممكن اقول I am a doctor، I am tall، انا طبيب، انا طويل. طبعا دي وظيفة، ده صفة. يبقى طول هنا كلمة طول، طول الكلمة دي بتتقري طول عشان ما حدش يتلخبط فيها، هي هنا حرف الايه بس منطوقة زي ال، ودي هناخدها ان شاء الله قريبا، هنشوف امتى الايه بتتنطق كأنها حرف او بالظبط. فهنا I am tall، I am tall، انا اكون طويل، I am tall، انا اكون او انا طويل باللغة العربية بتاعتنا العادية، انا طويل، I am tall. ممكن تقولها ورايا، I am tall، I am tall، I am tall. الجملة اللي بعدها he is strong. strong يعني قوي، strong حد strong يعني حد قوي، بقول he is strong، he is strong، هو يكون قوي، he is strong. يبقى كده he is strong، هو يكون قوي. قولوها ورايا كده، he is strong، he is strong. اوكي. الجملة اللي بعد كده she is beautiful، she is beautiful، beautiful 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 يعني جميلة، فبقول هي جميلة، او في الانجليزي ما ينفعش اقول هي جميلة من غير فعل، فبقول ببساطة هي تكون جميلة، يبقى she is beautiful، او she is beautiful، she is beautiful يعني هي تكون جميلة. ورايا كده she is beautiful. طبعا ما اقصدش ان انا دي كلمات تعكسوا بيها، لكن يا ريت نحفظها ونستعملها في السر. اوكي. she is beautiful، she is beautiful، يبقى كده هي تكون جميلة. طب بكلم مثلا على ايه، شايف كلب كده ضعيف وماشي نحيف قوي او ضعيف قوي، كلب ما بياكلش يعني، فالكلب هتكلم عنه مش هقول هو او هي، بقول it يعني غير عاقل، يبقى الكلب ده اللي هو it is weak، weak يعني هو يكون ضعيف، انه ضعيف، it is weak. شايف this dog، هذا الكلب، it is weak، انه ضعيف، هو يكون ضعيف. يبقى كده it is weak يعني هو يكون ضعيف، يبقى it is weak، يبقى it برضو بتاخد is هنا. اتفقنا you بتاخد are، you are، you are excellent، excellent يعني ممتاز، excellent يعني ممتاز، you are excellent، you are excellent، أنت تكون، you are، أنت تكون ممتاز، يبقى you are excellent. we are poor، we يعني نحن نكون فقراء، poor يعني فقراء. بالمناسبة الصفات لا تجمع، ما أقولش poor's، الوظائف تجمع، الصفات لا تجمع. نحفظ بقى حاجات كده، قواعد كده ونكتبها وملاحظات جميلة
نكتب كده الصفات لتجمع. we are poor, we are poor يعني نحن نكون فقراء. poor فقير، بس انا هنا عايز جايبها مع نحن نكون، يبقى كده تبقى ايه؟ فقراء. هي الصفات لا تجمع في اللغة الإنجليزية، لكن في العربي احنا بنجمعها، بنقول فقير او فقراء. في الإنجليزية فقير poor، وفقراء برضو poor، يعني كلمة poor معناها فقير او فقراء. يبقى we are poor يعني نحن نكون فقراء. نفسها يعني نفس الكلمة برضو، كلمة تانية thin نحفاء، يعني thin يعني رفيع، او ممكن اقول رفيعين. فانا بقول they are thin، they are thin. الجملة دي فيها th وهنا th، بس تي اتش بتاعت they منطوقة ذال، والتي اتش بتاعت thin منطوقة ث، فالكلمة they are thin، they are thin. again they are thin، they are thin. بحاول أأكد عليها أوي عشان تي اتش شوية يعني مش أحسن حاجة عندنا، فممكن قولوها ورايا. they، أنا بطلع لساني سنة بسيطة وأدخله بسرعة، فأقول they are thin، برضو بطلع لساني يعني حتة بسيطة بس بنطقه الث، يبقى they are thin، they are thin، they are thin، they are thin. هما يكونوا نحفاء. بكده نكون شفنا حاجة تانية من بتستعمل فيها فعل الكينونة اللي هو am و is و are، بتشكيلاتها مع الضمائر، والحاجة ديت هي الصفات. كده نكون خلصنا معاكم حلقتنا النهاردة، وحاسس انها حلقة فيها حاجات دسمة جدا، حاجات مهمة يا ريت نقعد نحفظ فيها ونذاكرها. ذاكر الحلقة أكتر من مرة، اسمعها مرة واثنين وثلاثة، ومن فضلك من فضلك من فضلك من فضلك اعملوا لنا شير للفيديو، انشروا معانا التعليم المجاني دوت، اعملوا لنا شير واعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. لو حد مش مشترك دوس بس على كلمة اسمها سبسكرايب، كلمة اسمها سبسكرايب. عندنا فيديو يعني بيعلمنا، فيديو تمهيدي في القناة بيعلمني ازاي اتصفح القناة وكده، يا ريت اللي مش عارف يخش الفيديو دوت ويعرف ازاي بخش جوه القناة وطلع كل فيديوهاتنا. احنا عاملين رياضة ورياضة انجليش ثانوية عامة، ورياضة واحصاء كلية تجارة، عاملين كمبيوتر، وعاملين تعليم كتاب على الكيبورد عربي وانجليزي، وعاملين كورسات انجليزي، كورسين للانجليزي، كورس الكورس المتميز في تعليم اللغة الانجليزية ده مستوى اعلى من اللي انا بقدمه دلوقتي، والكورس للمبتدئين اللي انتم متابعينه معايا. بكده القناة فيها عدد من الفيديوهات كبير، وان شاء الله مكملين معاكم، بس يا ريت تشجعونا وتعملوا شير، ويا ريت نفسنا نوصل يعني سبسكرايبرز بعدد كبير قوي، وتوصل القناة لكل مكان في مصر وخارج مصر. اشكركم على حسن المتابعة.